وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، مرحبا بكم. بداية، يعني إلى أي مدى ترى أن الوزارات في حكومة عادل عبد المهدي تحولت إلى دكاكيل الأحزاب المتنفذة كما صرح بذلك ائتلاف النصر؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالقناة وبالمشاهدين الكرام. وصف الحكومة وصلت إلى هذا الحال كدكاكين هو ليس بغريب ولا بجديد. والذي انتبه له مؤخرا وقد يكون غافل عن حقيقة هي أن من 2003 لحد الآن الحكومة، البرلمان، عملية سياسية جميعها عبارة عن تكاكين سياسية ومساومات ومواقف خارجية أكثر ما هي مواقف داخلية. وبالتالي نعم، أنا أؤيد هذه الفكرة، ولكنها فكرة متأصلة وأصيلة. دكتور قحطان، تعتقد أن هذه التصريحات الصادرة من ائتلاف النصر ما هو إلا هدف يسعون لتحقيقه، وذلك في ظل حديث عن محاولات لإسقاط حكومة عبد المهدي؟ وبالتأكيد هناك رغبة في هذا الاتجاه، ورغبة أيضا المقابلة هي عملية إبقاء على عبد المهدي. الرغبتين متصارعتين، البقاء والتغيير، ليست نابعة من ذات الوطنية ولا من أهداف عراقية بحتة، بقدر ما هي من التنسيقات وتأثيرات إقليمية على هذه الجهة أو تلك الجهة. لأن يراد من حكومة عبد المهدي التي بالتأكيد صنعها الاحتلال وصنعتها القوى الإقليمية، جهة تريد بعبد المهدي أكثر طرامة ضد أمريكا تقاربا مع إيران. طيب. وجهة أخرى تريد العكس. الخلاف هو الحقيقي هذا، وليس أن عبد المهدي قد تبين أنه غير جيد وكذا، هو جزء من هالعملية السياسية الخاطئة أساسا. وبالتالي الخلل ليس بجديد، والمحافظة ليس بجديدة، والتلكؤات لأسباب ومصالح شخصية ليس بجديدة، ولكن الصراع القائم الآن في بين، دائما أؤكد أنا، بين أمريكا وبين إيران هو الذي يدفع ويلقي بظلاله على حتى حيثيات العمل السياسي في داخل الكابينة العراقية. طيب دكتور، تعتقد أن الحراك ضد حكومة عبد المهدي ربما سيتصاعد في الأيام القليلة القادمة؟ نعم، أتوقع سيتصاعد، والسبب الأساسي هو أن عبد المهدي في حالة حرج كبرى وغير قادر أن يأخذ موقف واضح من ما حصل من استهدافات إلى المواقع التابعة للحشد، ولم يكن بمقدوره أن يقف موقف الأمريكي أو باتجاه احتواء الوجود الأمريكي في المنطقة. وبالمقابل الجماعات المتملكة للسلاح والخارجة عن إدارة الدولة تدفع باتجاه حالتين، يا أما عبد المهدي يوافقهم بالذهاب بعيدا بالوقوف بالتصدي لأمريكا وهذا صعب، وأما أن يأتي معهم وإذا هذا صعب. لذلك أتوقع أن يسبحون باتجاه التغيير على أنه أمل أن يأتي شخص آخر يكون له موقف آخر. من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم.